إلى جنات الخلد أخانا الحبيب رمزي، نتحدث عنك الآن ونحن عرفناك وأدركنا من أنت في هذا المخيم، سواء كنا بأماكننا الاجتماعية أو بمسمياتنا الوطنية أو بما كانت، أنت كنت حاضرا في كل مكان بصفتك الطاهرة والرائعة التي عكست أجمل صورة. وهذا هو الاحتلال، إن حاول وإن عبث ينتزع أجمل الصور من واقعنا الفلسطيني، ولكن روحك حاضرة بيننا، وسنبقى على عهدك وعهد الشهداء، وإنها لثورة حتى النصر. اللي بحب دماغه.